مرحبا من جديد. قبل أن تدخل حرب روسيا مع أوكرانيا عامها الثاني، بدأت تظهر إلى العلن خلافات بين القيادة السياسية والعسكرية في أوكرانيا. التكهنات حول التوتر بين الرئيس القائد العام للجيش تدور في كييف منذ أكثر من عام، لكنها لم تتحول إلى خلاف على هذا المستوى، وذلك بعد تقارير تتحدث عن عزم زيلنسكي عزل الجنرال فاليري زالوجني. في التفاصيل، أفاد مصدران مطلعان لرويترز بأن هناك خلافا عميقا بين الرئيس الأوكراني وقائد الجيش في أعقاب الهجوم الأوكراني المضاد العام الماضي، لكن مصدرا مقربا من مكتب زيلنسكي قال أن عملية إعفاء زالوجني متعلقة أو معلقة حاليا. مصدر مقرب من مكتب زيلنسكي كشف أن الرجلين دخلا في نزاع حول حملة تعبئة عسكرية جديدة، إذ يعارض الرئيس اقتراح زالوجني بتعبئة 500 ألف جندي جديد، والذي كتب مقالا قال فيه إن الحكومة فشلت في تعبئة ما يكفي من القوات. المصدر الثاني المطلع أشار لرويترز إلى أن البيت الأبيض لم يعبر عن موقف بشأن إقالة زالوجني، إلا أن المسؤولين الأمريكيين أكدوا أنهم لا يعارضون إقالة الرجل بحسب ما ذكر المصدر المقرب من مكتب الرئيس الأوكراني. زالوجني المعروف باسم الجنرال الحديدي يحظى بشعبية كبيرة، وقد تؤدي إقالته إلى الإضرار بالروح المعنوية للقوات الأوكرانية في الميدان، بالتالي قد ينعكس ذلك على القوات الأوكرانية التي تقاتل للحفاظ على مواقع على طول أكثر من 1000 كيلومتر من الخطوط الأمامية. القوات الأوكرانية مشاهدين تعاني من نقص في الذخيرة الحيوية، حيث تنفد الإمدادات من الولايات المتحدة وهي أكبر المزودين بالأسلحة، إذ تصطدم مساعي بايدن لدعم أوكرانيا عسكريا برفض بعض المشرعين الجمهوريين. وتشير خطة استبدال زالوجني إلى رغبة كييف في اتباع نهج جديد في التعامل مع الهجوم العسكري الروسي. ينضم إلينا من كييف مستشار حاكم خيرسون السابق فولوديمير شوماكوف. مرحبا سيد فولوديمير، هل هو خلاف في وجهات النظر أم أنه تغير في الاستراتيجية الأوكرانية؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي من أوكرانيا. مرحبا. للأسف الشديد خلافات بين سياسيين وعسكريين في أيام حرب هذا الأمر الطبيعي. توقعات مختلفة من قبل العسكريين والسياسيين. في أن واحد جدير بذكر بأن لدي سيد زيلنسكي رئيس أوكرانيا يوجد حق دستوري لإقالة سيد زالوجني، لكن في أن واحد ينبغي إدراك بأن موجود دعم كبير من قبل جيش أوكراني، مجتمع الأوكراني لسيد زالوجني. نحن نقول بأنه جنرال انتصار، إن بفضل سيد زالوجني وبفضل طاقم زالوجني وبفضل جيش أوكرانيا طردت روس من 8 تقريبا المحافظات أوكرانية، وكمان أوكرانيا طردت روس من كييف ومن خرسون ومن خاركيف سومي تشيرنيغيف. ما زال نحن لا نشاهد، على الرغم بأن موجود تفوق قوات مسلحة روسية في منطقة دونباس وفي منطقة زاباريجيا جنوب أوكرانيا، نحن نشاهد صمود هاي القوات المسلحة الأوكرانية. وإقالة سيد زالوجني أكيد أنا أعتقد بأن لن تكون كارثة ولن تكون سقوط الجبهة في أوكرانيا، ولكن على كل حال أكيد سوف يكون إضرار لروح معنوي قوات مسلحة أوكرانية. ولكن بصراحة في أن واحد إقالة سيد زالوجني هذا كمان أمر انتحاري سياسي لسيد زيلنسكي، لأن سوف يكون الضرر كمان كبير على سمو زيلنسكي. بصفة عامة أنا أعتقد كمان بأن شائعات حول إقالة سيد زالوجني ليس بسبب خلافات عسكرية. يعني واحد من الممكن موجودة غير سياسية من قبل سيد زيلنسكي. لماذا؟ لأن الآن نحن نشاهد تعزيز سمعة سيد زالوجني كقائد جيش أوكراني. بما أنك تتحدث في هذه النقطة، لافت كان شعبية زالوجني 80%، بينما شعبية زيلنسكي بحسب الاستطلاعات أو بعض الاستطلاعات الأوكرانية هي 50%. نعم صحيح، أنا موافق، حتى ممكن أقل.
نحن الآن نشاهد تدهور سمعة زيلينسكي بسبب فضائح ما فساد داخل أوكرانيا، وبالعكس تعزيز سمعة سعيد زالوجني هنا في أوكرانيا. ولكن بصراحة كمان توجد شائعات بأن بدأت خلافات بين رجلين عندما سيد زالوجني أسس صندوق خيري، وواحد من المعارض الأوكراني أرسل أموال كبيرة على حساب هذه الصندوق خيري. يدور حديث عن معارض سيد بوروشينكو رئيس السابق. يعني بصفة عامة موجود خلافات مختلفة، أكيد هذه خلافات هي ليس في صالح أوكرانيا. طيب، منذ أيام زيلينسكي أهداه مسدس للسيد فولوجني، واعتبرت أنها صفحة جديدة وأن الخلاف انطوى. ما الذي حدث الآن؟ هل ثمة احتمال أيضا أن يدخل زيلينسكي في انقلابات داخلية نتيجة شعبية فولوجني؟ بصفة عامة للأسف الشديد لدي الآن نحن لا نشاهد تصريحات وتعليقات من قبل السيد زيلينسكي رئيس أوكرانيا، يعني واحد لا توجد أي تعليقات من قبل السيد زالوجني. أنا شخصيا أعتقد بأن إقالة السيد زالوجني هذا المسألة الوقت. بصراحة إذا ما وجود التوتر الشديد بين الطرفين فهو صعب جدا التعامل مع بعض في أيام الحرب، ولكن كما قلت في آن واحد هذا الأمر انتحاري. طيب، هل فشل الهجوم المضاد السيد شوماكوف؟ هل الهجوم المضاد ونتائجه هي كانت السبب في هذا الخلاف؟ وما سبب يعني عدم موافقة زيلينسكي على التعبئة المزمعة؟ نعم، بصراحة كمان كان شائعات بأن موجودة التوتر والخلافات بين الطرفين بسبب أيضا هجوم طفيف وليس فاشل ولكن طفيف من قبل قوات مصالحة أوكرانية. ولكن جدير بالذكر بأن أوكرانيا لم تحصل من غرب معدات عسكرية هجومية. يعني كما قلت توقعات مختلفة من قبل سياسيين ومن قبل عسكريين في أيام حرب، وبهذا السبب موجود التوتر بين الطرفين. سوف نرى في أقرب الوقت ما هي نتيجة هذه الخلافات، ولكن كما قلت أنا لا أعتقد بأن هذه كارثة لجيش أوكراني داخل قوات مصالحة أوكرانية. أكيد موجودة جنرالات محترفين، ولكن سيد زالوجني هو عبقري، هذا صحيح. بعض المحللين تحدثوا عن أن روسيا ستنهي الحرب خلال أشهر، وذلك نتيجة لتواتر التصريحات عن أن المساعدات العسكرية غير كافية من الجانب الأوكراني، وبأن هنالك جبهات أخرى أكثر أولوية بالنسبة للجانب الأمريكي، وربما تردد أوروبي وتباين في الآراء. الآن يضاف إلى كل هذه المشاكل ربما الخلاف البيني الأوكراني، هل توافق؟ بصفة عامة نعم، ولكن الحرب لن تنتهي. نحن نشاهد بأن موجود التوحيد في اتحاد أوروبي حول تزويد أوكرانيا بالذخائر. أفاد سيد باريل أثناء هذا اليوم بأن اتحاد أوروبي سوف تقدم لأوكرانيا أثناء هذه السنة تقريبا مليون ذخيرة. في أن واحد ينبغي إدراك بأن هذه الحرب المسيرات أيضا أوكرانيا ترغب في هذه السنة إنتاج تقريبا مليون المسيرة. هذه الحرب هي حرب التكنولوجيات أيضا. كمان لدينا موجود الأمل بأن على كل حال أوكرانيا سوف تحصل على الذخائر ومعدات عسكرية من أمريكا. سؤالك أكيد مطروح على الطاولة، هل أوكرانيا سوف تحصل من أمريكا صواريخ بعيدة مدى تكامس أو حتى المقاتلات من طراز F-16؟ بهذا السبب سيد زالوجني وكمان حكومة أوكرانية أعلنت عن استراتيجية الدفاع. شكرا فولودمير شوماكوف، مستشار حاكم خيرسون السابق، كنت معنا من كييف.